ان احنا يعني نفوز في هذه المباراه، لكن قدر الله ما شاء فعل. خليك معايا لو سمحت استاذ كريم. معايا دلوقتي كابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم لكره اليد. كابتن حسين مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا كابتن حسين. طبعا يعني احنا بنقول هارد لك لمنتخبنا، لكن الاداء فعلا اداء يشرف، ملحمه رائعه قاموا بيها الولاد النهارده. تقول ايه بعد هذه المباراه؟ يعني بصراحة أنا معتبر إن إحنا فزنا بالمباراة. الولاد دول مش رجالة، يعني أعظم رجالة جابتهم كرة اليد في تاريخها، ويكفي فخرا إن أنت يعني بطل العالم بيتعادل معاك مرتين واثنين تايم. ده ثلاث مرات. أنا معتبر إن لازم الشعب كله يعني كشعب مصري يبقى فخور بالولاد دي بصراحة. يعني أنا يعني فخور بيهم جدا 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 جدا. كابتن حسين، يعني احنا دلوقتي علشان للي مش متابع يعني قواعد البطوله، احنا المفروض نلعب مباراه دلوقتي لتحديد الخامس والسادس ولا خلاص كده؟ لا كده خلاص، كده خلاص. يعني مصر هتستنى نتيجه قطر مع الفرقه اللي بتلعبها، ويعني احنا من اول وثاني وثالث ورابع بيبقى في تصنيف من الخامس للثامن حسب البوينتنج سيستم بتاع كل فريق. يعني لو فريق 7 بونت وفريق 8 بونت يبقى ده مثلا السابع وده الثامن. طب يعني احنا لينا يعني ان شاء الله كده حظ او حظوظ كبيره ناخد المركز يعني الخامس. لازم هنشوف البوينت سيستم كل فريق معاه كام بوينت، والترتيب من الخامس للثامن بالافريج بوينت بقى. طيب يعني طبعا البطوله هتنتهي يوم 31 الشهر ده. الفاينل ان شاء الله 31. نتمنى طبعا انه التنظيم الرائع اللي احنا قايمين بيه يستمر حتى الفاينل باذن الله. يعني ربنا كريم الى الان الحمد لله، كل الوفود وكل البعثات وكل الفرق مبسوطين جدا ومبسوطين من التنظيم ومبسوطين من المعامله. الناس كلها بصراحه يعني ثلاث كلها ورا البطوله، كل الناس بتساعدنا والحمد لله الى الان يعني الامور ماشيه كويس قوي. ربنا يكملها على خير كلها. في حاجه هتميز كامل لفرقتنا النهارده بصراحه. في حاجه هتميز يا كابتن حسين اليوم، اليوم مباراه النهائي افندم؟ في اي حاجه، اي فعاليه هتميز يوم النهائي؟ يعني الحفل النهائي هيبقى حفل بسيط بس ان شاء الله برضه هيبقى كويس، وبيبقى بعد الحفل ده لمده 5 6 دقائق بيبقى في مراسم التتويج بتاعه الاول والثاني والثالث. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم لكره اليد.